هل في تشجيع من محمد صلاح؟ يعني هل محمد صلاح برضو، اصل محمد صلاح يعني ممكن يشجع اي حد، اولا هو ملتزم جدا بلياقته وبالفتنس بتاعه، فهل هي برضو حاسه انها لازم تكون جديره ان هي كمان بتقول لمحمد صلاح اذا كنت انت محمد صلاح فانا كمان ماجي لازم ابقى كمان ملتزمه؟ انا طبعا بص هقول لك حاجه، انا لما اتشرفت بالاسره يعني زوجة كابتن محمد او والده، الناس دي معديين مرحلة الاحترام والذوق والبساطة والشياكة والأسرة المصرية اللي محدش يتخيل إن دي أشهر عيلة في العالم دلوقتي. يعني طبعا الواحد بيبقى متخيل الناس دي بتعمل طريقة، أنا اتفاجئت من الـ من الـ من الذوق وال، يعني عايز أقول لك حاجة، إحنا ساعات كتير قوي بنقول إن الإنسان ممكن يتغير لما يتسافر أو يتشهر أو الكلام ده ما كانش موجود في التعامل النهائي. انا كنت بحس الناس تطلب، يعني انا بقول لها ده بالنسبه لي انا شرف ليا ان انا بس اقف اتكلم معاكي، ده حاجه هتضيف لي. انا بلاقي طلب بطريقه شيك جدا واستئذان وحاجه يعني اللي هو واضح، اللي هو عموما واضح هم على تربيه وذوق عالي فهو جدا. فاكيد